المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موجز إخباري من قناة عاد، استهله بسم الله الرحمن الرحيم. قاطع رئيس مجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي في موقف مسؤول ووطني جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تحدث فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتقدم إيران دعما للميليشيا الحوثية خلال السنوات الثمان عسكريا ودبلوماسيا. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي الأربعاء رئيس مجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع اليمني والضغوط المطلوبة من الدول الاتحاد الأوروبي لدفع الميليشيا الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام في اليمن والوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة الإنسانية. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بنيويورك وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث اللقاء في التدخلات الإنسانية الطارئة والأعمال اللغاتية التي تقودها وكالة الأمم المتحدة في اليمن والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحجز المزيد من التمويلات والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس جمهورية الغابون علي بونجو أنديديمبا للبحث في مستجدات الملف اليمني والدور المنشود من جمهورية الغابون كعضو في مجلس الأمن لعام 2022-2023، ويذكر أن الغابون هي أيضا عضو في لجنة العقوبات المعنية باليمن المنشئة بموجب القرار مجلس الأمن 2140. التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأربعاء رئيس وزراء جمهورية مالطا الدكتور روبرت إبلا للبحث في مستجدات الملف اليمني والدور المنشود من الدول الأوروبية الصديقة كعضو في مجلس الأمن لعامي 2023-2024، وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تطلع المجلس والحكومة للدور فعال من جانب جمهورية مالطا في مجلس الأمن للناحية تخفيف معاناة الشعب اليمني ودعم جهود السلام العادل والشامل المستند على المرجعية المتفق عليها بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي الثلاثاء بمقر إقامته بنيويورك وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الفعال في إطار تحالف دعم الشرعية وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل ظروف الحرب الظالمة التي أشعلتها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإماراتي استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومواجهة التحديات المشتركة على مختلف المستويات. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الخارجية لمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مملكة البحرين. ومن جانبه أكد الوزير الزياني التزام المملكة البحرين بدعمها الكبير لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وجهود استعادة الدولة والحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بزياراته تفقدية لجرح عملية سهام الشرق من منتسبي القوات المسلحة الجنوبية الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات العاصمة عدن. واطمأن اللواء الزبيدي خلال زيارته على الوضع الصحي للعميد الخضر حمصان في قائد اللواء الثامن صاعقة الذي أصيب وهو يؤدي واجبه الوطني في مطاردة عناصر الإرهاب في وادي عمان شرقي محافظة أبين، موجها بسرعة نقله إلى الخارج لاستكمال العلاج حال استقرار حالته الصحية. وفي إطار زيارته أيضا اطلع اللواء الزبيدي على أحوال الجرحى الآخرين ضمن عملية سهام الشرق إيلائهم كامل الاهتمام حتى يتماثلوا للشفاء.
وأعرب اللواء الزبيدي خلال الزيارة عن فخره واعتزازه بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها منتسب القوات المسلحة الجنوبية الأبطال في سبيل مكافحة التنظيمات الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الجنوب كافة. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي التزام المجلس بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ورجال المال والأعمال الجنوبيين. جاء ذلك في لقاء جمعه الأربعاء برئيس الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة عدن أبو بكر باعبيد ورجل الأعمال جابر صلاح بن شعيلة، حيث جدد اللواء الزبيدي دعوته للمستثمرين ورجال المال والأعمال للاستثمار في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى وتوفير البيئة الآمنة لاستثماراتهم. وناقش اللواء الزبيدي مع رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة عدن خطة انعقاد مؤتمر المستثمرين ورجال المال والأعمال الجنوبيين في العاصمة عدن في القريب العاجل. ونوه اللواء الزبيدي خلال اللقاء إلى البيئة الاستثمارية الواعدة في الجنوب، مؤكدا أن بلادنا بحاجة إلى رأس المال الجنوبي للدفع بعجلة التنمية من خلال مشاريع استثمارية حقيقية تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي والنهوض بالبنية التحتية التي دمرتها الحرب. حضر اللقاء فادي بعوم رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري بالعاصمة عدن الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، خصص لمناقشة جملة من الموضوعات في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية وسير عملية الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى تداول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسية في ملف السلام والهدنة القائمة، فيما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي بناء على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية. ووجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالمتابعة والموافاة لرئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ، وكلف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالبحث عن مصادر لتمويل تنفيذ الخطة وإدراجها ضمن الموازنة. وحي مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات لترسيخ سلطة النظام والقانون. وفيما يتعلق بفعالية الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في اجتماع الجمعية 57 لمنظمة الصحة العالمية واجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والدورة 57 لمجلس الوزراء الصحة العرب. كما اطلع على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في مؤتمر الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية. التقى وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري بالرياض مع نائب السفير الألماني لدى اليمن ميشيل فاستراغد لمناقشة عدد من القضايا ومنها استمرار خروقات ميليشيا الحوثية الإرهابية للهدنة الأممية. من جهته أكد نائب السفير الألماني على ضرورة استمرار الهدنة الأممية وإمكانية تمديدها، مشددا على ضرورة التزام ميليشيا الحوثي بها للوصول إلى السلام الشامل والعودة والاستقرار للشعب اليمني. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري الأربعاء مع وفد فيردريتش إيربريت الألمانية برئاسة مالدينا كيرشنر دعم برنامج وأنشطة خطة المرأة والسلام والأمن وخطة كبار السن وبرامج ومشاريع الحماية الاجتماعية وحماية الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي والمانحين لحشد الدعم والتمويل ومساندة الحكومة في جهودها. وتطرق الزعوري إلى مشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي لعب دورا في التخفيف من معاناة المواطنين، لافتا إلى أهمية دعم هذه المشاريع ليصل عدد المستفيدين إلى 8 ملايين مواطن بدلا من 1.5 مليون، خصوصا في ظل اتساع رقعة الفقر وصلت إلى حوالي 85%. وشدد على أهمية القيام من المنظمات الدولية بفتح مكاتب لها رئيسية بعاصمتنا عدن. بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب في العاصمة عدن مع مدراء وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن تدخلاتها في المجالات الإنسانية والإغاثية والخدمية في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية. كما ناقش نائب وزير التخطيط في اللقاء مع مدير منظمة هاندكاب انترناشونال في اليمن أنطوان جون مشاريع المنظمة في المجالات الصحة والأطراف الصناعية والألغام.
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة عدن مع وفد وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة أوجه التعاون في القطاع الصحي. واستعرض وزير الصحة الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية الانقلابية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها ومنعها حملات التحصين الصحية، وهو ما يتسبب بعودة الأمراض التي كانت البلاد قد تخلصت منها مثل شلل الأطفال، وكذا منعها لوسائل تنظيم الأسرة وربط القضايا الصحية بالأيديولوجية السياسية. قال معمر الأرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة إن يوم 21 من سبتمبر 2014 الذي اجتاحت فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران العاصمة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة وانطلقت مسيرتها الفوضوية قادمة من جروف صعدة لترتكب أبشع المجازر والجرائم بحق اليمنيين وتنهب الأموال وتفجر المدارس والمساجد وتجعل حياة اليمنيين جحيم لا يطاق. وثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين لعبوا الدور الأبرز في الحيلولة دون تحول اليمن إلى ولاية إيرانية. دشن الأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت صباح الأربعاء النزولات الميدانية بزيارة لإدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا، وذلك بمعية الأستاذ علوي أحمد الحامد نائب المدير العام رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب الوزارة بالمحافظة. وقد كان في استقبالهم مدير تربية المكلا الأستاذ عبود عوض بن عبود الشيخ ورئيس قسم التعليم العام الأستاذ خالد مخرج. وخلال اللقاء أشار مدير تربية حضرموت الساحل إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة قيادة المكتبة الميدانية للاطلاع عن كتب على مجمل العمل بالإدارات التربوية والتعليمية على مستوى المديريات، مضيفا إلى أن ما حظيت به تربية مديرية مدينة المكلا من مشاريع تربوية وتعليمية تشمل البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية وتوفير الوسائل التعليمية من قاعات لمختبرات ومعامل الحاسوب كان لها الأثر الكبير في تحسين جودة مخرجات التعليم. اطلع مدير عام أمن شرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي الأربعاء على نشاط كلية شرطة حضرموت بمدينة المكلا، حيث كان في استقباله مدير الكلية اللواء ركن سالم عبد الله الخنبشي وعددا من ضباط الكلية. وخلال الزيارة عقد اللواء الخنبشي والعميد المنهالي لقاء ناقش الجوانب الأمنية المتعددة والجهود الحثيثة المبذولة تجاه تحقيق نجاحات جديدة من خلال الدفع كلية الشرطة حضرموت بكوادر مدربة ومؤهلة وفق المعايير الدولية لرفض الأجهزة الأمنية. وأوضح اللواء الخنبشي أن العمليتان التعليمية والتدريبية لطلاب كلية الشرطة تسيران وفق خطط استراتيجية، معربا عن سعادتي بهذه الزيارة التي تأتي في إطار اهتمام إدارة الأمن بكلية الشرطة. من جانبه أكد العميد المنهالي أن إدارة الأمن والشرطة تسعى للاستفادة من خبرات ومهارات خريجي الدفعتان التي تخرجتا سابقا من خلال توزيعهم على الإدارات، مشيدا بدور قيادة الكلية في إدارة العملية التعليمية. ضبط منتسبو مركز شرطة فوة التابع لإدارة أمن وشرطة مديرية مدينة المكلا معمل تصنيع خمر بلدي بأحد المباني المهجورة بحي ابن سينا بالمكلا. وجاءت عملية ضبط معمل الخمر بعد تلقي بلاغ من المواطنين. وكذلك في خبرية أخرى، فيما ألقى منتسبو مركز شرطة الديس التابع لإدارة أمن وشرطة مديرية مدينة المكلا القبض على سارق من أحد المحافظات يقوم بسرقة باصات الأجرة الصغيرة بالمدينة. وجاءت عملية ضبط المتهم بعد تلقي بلاغات من مواطنين سائقي باصات بتعرضهم للسرقة وجمع الأدلة والمعلومات من قبل عناصر التحريات بالمركز وضبط المتهم. واعترف المتهم بقيامه بأكثر من 10 سرقات بأماكن متعددة. هذا وألقى منتسبو مركز شرطة فوة التابع لإدارة أمن وشرطة مديرية مدينة المكلا القبض على شخصين قاما بسرقة عدد 4 بطاريات من أحد الشاحنات في منطقة تنبيخة بفوة. سيرت قوات دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الأربعاء رحلتين جويتين مجانيتين لأبناء محافظة سقطرى بين مطاري سقطرى والغيضة الدوليين للإسهام في التخفيف من معاناة السفر للكثير من أبناء سقطرى خاصة المرضى وكبار السن والطلاب. وثمن وكيل محافظة سقطرى صالح سعد التعاون الذي قدمته المملكة العربية السعودية للمحافظة،
وساكنيها، والذي يمثل جزءا من المساندة الأخوية الصادقة للإشقاء بالمملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن لتخفيف من معاناة أبنائها. دشن مشروع النظافة والتحسين بمديرية الشحر بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة صباح الثلاثاء الحملة الواسعة لتنظيف مخيمات النازحين بتمويل من منظمة اليونيسف ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للنازحين المتأثرين بالصراع والذي استمر لمدة 5 أيام متواصلة وتستهدف مخيم سمعون ومخيم الخزان. ومن جانبه أفاد الأستاذ شهاب حداد مدير مشروع النظافة والتحسين بمديرية الشحر شاكرا جهود ائتلاف الخير للإغاثة ومنظمة اليونيسف على تدخلاتهم بتمويل وتنسيق هذه الحملة التي ستعود بالنفع على الساكنين في هذه المخيمات. وإلى الخبر الأخير، قال الراصد الجوي الأستاذ محمد السلمي إن مؤشرات درجات الحرارة تفيد باستمرارها خلال 3 الأسابيع القادمة، موضحا إن عدد من مناطق وسط وجنوب الجزيرة العربية وامتدادها إلى أغلب مناطق المحافظات من المهرة وحضرموت إلى الجوف من المتوقع أن تتأثر بأجواء حارة ورطبة على مناطق السواحل، بينما تشهد مناطق الوادي أجواء حارة جافة. ولفت السلمي إلى أنه بحسب محاكاة البيانات العددية من المتوقع أن تنتهي موجة الحر هذه في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر القادم. وبهذا الخبر مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز الذي قدمناه لكم من قناة عاد. شكرا لكرمكم ومتابعتكم لقناة عاد، وإلى اللقاء ومتابعة شيقة على ما قدمناه لكم من قناة عاد، وإلى اللقاء. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية